الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. ومن القواعد أيضا الأصل في النفوس العصمة، الأصل في النفوس العصمة، وعلى ذلك قول الله عز وجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. ويقول صلى الله عليه وسلم كما في سنن النسائي وصححه الحاكم من حديث عائشة رضي الله عنها: لا يحل قتل امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث خصال: زان محصن فيرجم، ورجل قتل مؤمنا متعمدا فيقتل، ورجل خرج من الإسلام وحارب الله ورسوله فيقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض. ولعظم شأن الدماء عند الله، فأول شيء يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء، كما في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وعلى ذلك فروع: الفرع الأول، لا يجوز الحكم بالتكفير على أحد من المسلمين بلا دليل قاطع، لأن إزهاق نفسه فرع عن تكفيره، فمتى ما وقعوا في تكفيره وقعوا في دمه واستباحوه. ومنها: لا يجوز القتل بالظنة، فلا حق لك إذا ظننت السوء بأحد أن تبادر إلى قتله حتى يقوم المسوغ الشرعي القاطع الذي يبيح لك دمه. أما بمجرد الظنون والأوهام والخيالات فهذا لا يجوز. ولذلك في الصحيحين من حديث أسامة بن زيد قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية فصبحنا الحروقات من جهينة فهزمنا القوم، فلحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم، فلما رأى شعاع السيف قال: أسلمت لله. وفي رواية قال: لا إله إلا الله. فكان الواجب على الأنصاري وأسامة أن يكفا عنه، فكف الأنصاري عنه وعلاه أسامة بالسيف حتى برد، حتى قتله. فجاء الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أسامة، أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال: يا رسول الله، إنما قالها متعوذا، أي قتله بالظن. فقال: كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أو لا؟ وفي الصحيحين من حديث المقداد بن عمرو الكندي أن النبي صلى أنه قال: يا رسول الله، أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فقاتلني فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها ثم لاذ مني بشجرة فقال: أسلمت لله، أفأقتله يا رسول الله بعد أن قالها؟ قال: لا تقتله. قلت: يا رسول الله، إنه قد قطع يدي ثم قالها بعد أن قطعها، أفأقتله؟ قال: لا تقتله، فإن قتلته فإنه بمنزلتك، فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، يعني قبل أن ترتكب هذا الجرم العظيم، وأنت بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال. فالقتل بالظنة محرم بإجماع العلماء. ومنها كذلك تحريم الخروج على الإمام الذي استقرت له البيعة إلا بشرط الخروج. أن نرى كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان، وأن يغلب على ظننا إبعاده عن منصبه بلا إراقة دماء. فإذا لم يتوفر هذان الشرطان فلا يجوز الخروج على حكام المسلمين. لما؟ لأن الدماء سوف تراق بسبب الخروج عليه. وأعظم فتنتين تراق فيها الدماء
فتنة التكفير وفتنة الخروج على الحكام. متى ما وقعت هاتان الفتنتان في بلد فناهيك عن الدماء التي ستزهق، وعن الأشلاء التي ستتمزق، وعن الجثث التي ستحرق، وتبقى في الشوارع لا تجد من يدفنها. ومنها كذلك، هل يجوز للمرأة أن تقتل نفسها فرارا من الزنا بها، فيما لو علمت أن ثمة من سيزني بها، فهل يجوز لها أن تخنق نفسها أو تقتل نفسها؟ هل يجوز لها أن تقتل نفسها؟ الجواب: لا يجوز لها أن تقتل نفسها، فمفسدة القتل أعظم من مفسدة الزنا، فهي تعارض في حقها مفسدتان كبرى وهي قتل النفس، وصغرى وهي الزنا، فتحتسب الأجر وتدعو الله عز وجل أن يحفظ عرضها وأن تكافح وتدافع بالمقدور عليه، لكن لا يجوز لها أن تقتل نفسها بأي مسوغ. ومنها مسألة إجهاض الجنين بسبب تشويهه، لا يجوز مطلقا أن يفتي أحد بجواز إسقاط الجنين بسبب تشويهه، فإن هذه فتيا جاهلية، فقد كان أهل الجاهلية يقتلون غلمانهم خوفا من الفقر أو خوفا من العار، وقد ذمهم الله عز وجل على هاتين الصفتين. وعندنا جاهلية جديدة خرجت وهي تجويز قتل الأولاد بسبب تشويههم، فلا شأن لك بتشويههم، فهذا أمر مرده إلى الله، والتشخيص غالبا ما يخطئ في مثل هذه المسائل، وعلى المسلم إذا أصيب بشيء من ذلك أن يصبر وأن يحتسب الأجر وأن يرضى بما قسمه الله عز وجل له، فلا شأن لك، هذا خلق الله، والله عز وجل أبصر بعباده.